أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم الاثنين الداعية السلفي أبو عمار بثمانية أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة 10,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي. وكانت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة قد قررت متابعة أبي عمار بناءً على شكايتين تقدم بهما كل من الصحفية فرح الباز والرئيس حماد أو طالب المزوضي، يتهمان فيها المعنية بالأمر بتعريضهما للقذف والتشهير عبر فيديوهات مبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي.